هل خلاص جه وقت بيع صلاح؟ الدفاع الغالي مبقاش فيه لازمه، المهاجمين بداوا يكتروا اكتر، لعيبه الوسط الرخيصه بتجيب نقط، طب احنا هنعمل ايه؟ ازيكم يا شباب واهلا بيكم في حلقه جديده ونحطها في الجوليا ضياء اللي بنتكلم فيها كل اسبوع عن نصائح فانسي البريمير ليج. والحقيقه احنا منقطعين بقالنا جولتين بسبب ان التلاحم الماتشات ورا بعضها، فما كانش في وقت، ومع شويه احداث كتيره حصلت في الفتره اللي فاتت كان لازم نطلع ونتكلم ونحاول نناقش شويه الاحداث دي اللي انت اكيد اكيد في دماغك اسئله عنها. في البدايه لو انت كنت لسه اشتركت في الليج بتاعتنا تقدر تشترك فيها، هتلاقي الكود بتاعها بيظهر لك في الكومنتس تحت في اول كومنت على طول، سواء فيسبوك او تويتر او في يوتيوب، اشترك معانا عشان تكون موجود معانا في الليج والمنافسه. وكل اسبوع باذن الله من الاسبوع الجاي هنتكلم ونقول مين هم اول 10 اشخاص موجودين في الترتيب في الليج بتاعنا. خلينا ندخل على طول كده على الاسئله اللي الناس بتسالها، والبدايه بمحمد صلاح. هل جه وقت بيع محمد صلاح؟ صلاح خرج قدام ايفرتون بلانك، قبلها عمل 2 اسيست قدام نيوكاسل ما شطش على الجون، قبلها خرج من غير ما يسجل ولا يصنع اي حاجه في فوز ليفربول 9-0 على بورنموث، وده رقم كبير جدا. فهل دلوقتي خلاص 13 مليون في صلاح بقى رقم كبير؟ هل خلاص المفروض ان هو يتباع؟ خلينا نتكلم الاول عن صلاح فين في الملعب. صلاح مركزه في الملعب دلوقتي جناح يمين، هو المركز المعتاد بتاعه، ولكن اماكن تواجده في الملعب مختلفه عن قبل كده. قبل كده صلاح كان بيضم العمق اكتر عشان يكون اشبه بمهاجم تاني في اوقات كتيره، كان دايما هدفه ان هو دايما يبص على الجون ويوصل للجون ويسجل اهداف او يصنع اهداف. دلوقتي بقى اكتر منه قريب لصانع لعب. تبص على ارقام صلاح من ناحيه صناعه اللعب هتلاقي صنع 24 فرصه، هو اكتر لاعب في الدوري كله صنع فرص، بس هتلاقي تسديداته مثلا على المرمى 4. في نفس الوقت السنه اللي فاتت كان صلاح شاط 11 كوره على الجون ما بعد اول 6 جولات، وده رقم يعني اكتر، ده قريب تقريبا من 3 اضعاف. تبص على نقط صلاح حتى في الفانتسي دلوقتي، صلاح جاب 38 نقطه، في نفس الوقت ده السنه اللي فاتت كان جايب 57 نقطه. صلاح جاله 4 فرص مؤكده بس في 6 جولات، الموسم اللي فات بعد 6 جولات كان جايله 8 فرص مؤكده. فارقام صلاح قلت كتير عن السنه اللي فاتت، حتى لو تبص على الخريطه الحراريه بتاعته هتلاقي اماكن وجوده للجون ابعد عن قبل كده، ودي مشكله لازم يورجن كلوب يلاقي لها حل، لان هو مازال ما لقاش الهداف مع صلاح اللي موجود، اللي كان موجود في مانيه السنه اللي فاتت، نونيز لسه العجله بتاعته ما ضرتش، فيرمينو بحالات، جوتا كان مصاب، وبالتالي فيورجن كلوب مطالب ان هو يحل المشكله دي وان هو يقرب صلاح اكتر للجون، ده عشان كرويا مصلحه ليفربول وفانتزيا عشان مصلحتنا. فهل دلوقتي اجابه السؤال بتاع بيع صلاح يتباع دلوقتي؟ في رايي هو بيلعب ولفرهامبتون هوم، فدي جوله يتصبر فيها على صلاح. ما بعد كده فعلا مش هقدر اقول لاي حد ما تبيعش صلاح، لان ببساطه لو هو الكلام ده ما اتغيرش ومكانه الملعب بقى اقرب، يعني في الشوط الثاني من ماتش نيوكاسل كان بدا يبقى عندنا شويه حاجات يعني مبشرات بالخير، ان هو بدا يكون اقرب للجون، ان هو يدخل شويه للعمق ويستلم الكره في عمق دفاع نيوكاسل، وبالتالي كان في شويه خطوره. صنع الجون الاولاني من مكان كان موجود فيه قريب من العمق لفيرمينو، وبالتالي كان فيه حاجات تمام. رجع بقى الكلام في ماتش ايفرتون، رجعنا تاني زي ما كان بيحصل قبل كده. فبالنسبه لي محمد صلاح والفرانتون هوم هو ماتش انا ما بيعوش فيه، هخليه زي ما هو. ما بعد كده ليفربول نفسه يبقى عنده رنه ماتشات صعبه، فعلى اساسها بقى تقدر تحكم هل انت هتتخلى عن صلاح، هتكمل بصلاح، تبيعه وتجيب لويس دياز مثلا. ولكن في رايي ان انت حتى لو هتبيع محمد صلاح سواء الجوله دي او ما بعد كده، ما تتخلاش خالص عن ليفربول مره واحده. ليفربول مش هيفضل بنفس الشكل ده على طول، وهيبدا يستفيق واحده واحده، عشان طبيعي ان هو يجمع نقط نفسه على توب فور، وارد يكون زي الموسم اللي قبل اللي فات اللي هو في النهايه صعده دوري ابطال في الامطار الاخيره من السباق. ارنولد خلاص نتخلى عن ارنولد وروبرتسون. لو عندك روبرتسون اعتقد تخلى عنه خلاص، لان روبرتسون عنده بديل سيميكاس بينزل مكانه في اوقات كثيره من المباراه، والماتش الاخير كمان بدا عليه قدام ايفرتون. فخلاص لو عندك روبرتسون انا رايي ان انت تتخلى عنه. دبل الدفاع عموما من اي فريق سواء ليفربول او تشيلسي او السيتي فكره مش صحيحه تماما، احنا كنا بدانا بها في الموسم الناس كانت مضبله من دفاع تشيلسي او سيتي او ليفربول، لكن خلاص الموضوع ده ما بقاش مجدي دلوقتي، مع شفنا المشاكل اللي بتحصل في دفاعات الفرقه دي. يمكن سيتي اقواهم من الناحيه الدفاعيه، ولكن برضه لا ينصح قوي بدبل من دفاع سيتي. طيب ترينت الكسندر ارنولد خرج في الدقيقه 58، واعتقد ان هو لو كان خرج دقيقتين بدري كان ممكن تكون رد افعال الناس عليه دلوقتي اهدى شويه، وان مش لازم كلنا نفكر نبيعه. جاب كلين شيت فتمام، 2 كلين شيت في 3 ماتشات، وجاب 17 نقطه في الماتش بتاع بورنموث، فكان ساعتها الناس هتصبر عليه بشكل عادي، ولكن دلوقتي الناس كلها سخنه عليه. انا برضو اللي هقوله عن ارنولد هو اللي هقوله عن صلاح، ما تبيعش ارنولد قبل ليفربول هوم، وارد جدا يقدر يجيب لك نقط في ماتش زي ده بيلعبه في انفيلد. طبعا استنى ماتش دوري الابطال وشوف ايه اللي هيحصل فيه، ممكن ساعتها الكلام يختلف، ولكن حتى الان لو ارنولد وصلاح مش مصابين الاثنين ما تتخلاش عنهم قبل الجوله الجايه وهم بيلعبوا ليفربول هوم.
تاني حد عايز اتكلم عنه هو ايفان توني، مش عشان ايفان توني نفسه، ولكن عشان دايما الناس عايزه تجيب لاعب يجيب نقط كل جوله. انا لازم اجيب اللعيب ده كل جوله هيجيب جون، هيعمل اسيست، هيجيب جونين، هيديني اكتر من 10 نقط، هيجيب دبل ديجيت. ده مش موجود مع اي لاعب طول الدوري، مفيش لاعب هيفضل يعملك كده طول الدوري في 38 جوله. ولو حد هيعمل كده هيكون واحد من لعيبه الفرق الكبيره، مش من لاعب بيلعب في برايتون ولا في ليدز ولا في برينتفورد ولا في ليستر سيتي وخلافه. فاللعيبه دي عشان تقدر تقيم انت جبت اللاعب ده صح ولا لا، لازم تقيسه على 4 جولات على الاقل. يعني ايفان توني لو كان قاعد يبلانك 4 جولات ورا بعض كان خلاص ده ماشي، ده يا جماعه صفقه خاطئه احنا عملناها بعد الجوله الثالثه ومحتاجين نبيعها ونجيب حد تاني مكانها. لكن في الماتش الاسبوع الرابع راجع حط الكره في العارضه قصاد ايفرتون، في الماتش بتاع الاسبوع الخامس بعد كده على الاقل كان يطلع باسيست ما كانش 2، وبعد كده حط هاتريك. فهو دايما تبقى عارف ان اللاعب اللي هو الرينج السعر القليل اللي بيلعب فرقه متوسطه او فرقه صغيره انت مش مستني منه نقط كل جوله. ايفان توني كان بيلعب ليدز هوم، فما كانش منطقي خالص ان انا اشوف حد بيبيعه قبل ما يكون بيلعب ليدز هوم، والراجل بصراحه كان قاسي جدا في رده. هاتريك وطلع حتى بعد الماتش قال الناس اللي بعتني في الفانتسي عامله ايه دلوقتي. فايفان توني مثال، مش عشان هو كلاعب، هو طبعا مهاجم ممتاز ولو انت عندك خليه معاك 7-8 جولات هيطلع لك فيهم ب4-5 اتاكينج ريتيرن، ده كويس جدا، ولكنه مثال على عدم التسرع في الحكم دايما على اللعيبه. بعد اول جولتين الناس في بدايه الدوري كانت جايبه سانشو وكانت جايبه راشفورد واللي كان بيفكر في دلو زي ما كنا قلنا، وبعد اول جولتين الناس خلاص بدات تقتنع ان لعيبه مانشستر مش نافعه تماما. مانشستر قلب الكفه خالص، 4 انتصارات على التوالي، بيكسب ليفربول وبيكسب ارسنال، 2 كلين شيت كمان في 4 ماتشات. فبدات الناس تقول تمام، لا نرجع نفكر في لعيبه مانشستر تاني. عندك سانشو، عندك راشفورد، عندك انتوني، وعندك دييجو دالو. طب انا الصح افكر في مين فيهم او ايه الطبيعي في لعيبه مانشستر؟ طبعا دالو هو باك، اللعب كله اغلبه بيمشي من عليه ان مالاسيا مش بنفس القوه الهجوميه بتاعته، فدالو قوي هجوميا، مع انتوني كمان هيكون ليه فايده اكبر، فدالو ب4.5 اوبشن كويس جدا لما ماتشات مانشستر تكون كويسه. اللي عايزين بقى نبص عليه اكتر هو الثلاثي سانشو وراشفورد وانتوني، مين فيهم احسن يتجاب؟ انا هحط في المركز الثالث، يعني اللي هو اخر واحد فيهم، احط سانشو، لان هو رغم ان هو الكره بتعدي عليه كتير وان هو محور لعبه مهم، ولكنه في النهايه اولا بدنيا بيقع بدري، فبيخرج الدقيقه 65 70 مثلا، ولو ما خرجش فهو فعلا من الدقيقه 55 مثلا بيبدا خلاص بنزين يفضى. مرشح اكتر للاسيستات اكتر من اجوان، طبعا هيجيب اجوان عادي، بس قصدي ان هو اغلب الوقت ممكن يكون مرشح للاسيست. نفس الكلام بالنسبه ينطبق على انتوني، انتوني برده هيبقى اوقات مرشح للاسيست اكتر من الجون، ولكن انتوني لما طبعا يتعود على الاجواء ممكن يلعب 90 دقيقه عادي، خطر، بيعمل اكتر، يعني عنده مصادر خطوره اكتر من جيدون سانشو. راشفورد هو المهاجم، فبالتالي في الطبيعي اغلب الوقت هيكون هو يا بيدي جون يا بيعمل الاسيست بتاعه، بس خلي بالك ان هو اكيد هيبقى عنده منافسه من مارسيال لما يرجع من الاصابه، من رونالدو وانس ان هو يبدا ياخد على الاجواء ويبدا يدخل في اجواء الماتش. طب انا ارشح مين في الثلاثه دول؟ لو هرتبهم الثلاثه، انتوني رقم 1، راشفورد رقم 2، واخيرا جيدون سانشو رقم 3. اللي ممكن يخلي راشفورد يفضل على انتوني شويه لو انت معكش فلوس، لان طبعا الفرق ما بينهم في السعر 1,000,000 كامل، وده رقم مش قليل خالص. حاجه ثانيه كمان عايزين نتكلم عنها وهي جابريل جيسوس. يوم الاثنين، ما اعرفش نشوف الحلقه دي امتى، يعني سعر جيسوس قل. انا متفاهم الناس ان هو جيسوس في اخر 4 ماتشات جاب جون وعامل اسيست واخد انذارين، فمجموع نقطه هيطلع 12 نقطه مثلا، فمتفاهم غضب الناس جدا من اللاعب ده، وبيلعب في ارسنال وبتاع وانت ما بتجيبيش اتاكينج ريتيرن. بس خلي بالك ان هو اولا الاونر شيب بتاعته ما زالت عاليه، فما زال هيعورك، بس الغي دي على جنب، حطها على جنب خالص، مش ده اللي عايزين نتكلم فيه. جيسوس بيلعب فرقه هجوميه كويسه، هو نفسه كويس، مش سيء خالص على الاطلاق، نقدر يسجل في اكتر من مره بعيدا عن ماتش مانشستر. يعني عنده ايفرتون هوم، ايفرتون اتعادل مع ليفربول ولكن في ملعبه في جودسون بارك، وديربي واجواء حماسيه وجمهور بيشجع وبتاع، ايفرتون بره ملعبه بيبقى اقل. هتقول له طيب ما هو اصل ايفرتون ده الموسم ده على فكره دفاعيا كويس، اقول لك لا هو دفاعيا مش كويس. ايفرتون في 6 جولات استقبل 33 شوطه اون تارجت على مرماه، مش بس المعدل الشوط، لا شوط اون تارجت 33 مره. استقبل 12 فرصه مؤكده على مرماه، فلا فرقه كل ماتش على الاقل بيجي عليها فرصتين مؤكدين للتسجيل، فلا هو دفاعه مش قوي خالص، بيستقبل تسديدات كتير. الصفقات اللي جت جديده في اخر يوم، جيمس جارنر وادريسا جانا جاي، ممكن يحسنوا الدنيا قدام شويه، مع طبعا اونانا موبايل ما وثقش فيه بسرعه خالص، بس في النهايه ده مش هيحصل على المدى القريب اعتقد. فبالنسبه لي جيسوس مش هقول لك ما تبيعوش، لا ده جيسوس واحد من اوبشنز الكابتنه اللي انت ممكن تفكر فيها اصلا الاسبوع اللي جاي. طيب بالنسبه للي جاي بقى، الجوله اللي جايه عموما مش جوله تغييرات كتيره، يعني مش جوله فيها لعيبه كتير اقول لك ده لازم تروح تفكر فيه حتى للجولات اللي جايه، لان السوينج او التغير في ماتشات الفرق هيبدا من الجوله الثامنه او التاسعه تقريبا.
الفرق لما مشطه صعبه هتبقى سهله والعكس، وهنتكلم في ده بالتفصيل بعد كده. بس التغييرات هتبقى في نطاق قليل قوي. فبالنسبه لي مثلا لو انت عايز حد تخطفه الجوله واحده، عندك اتنين لعيبه الجوله دي. الاول هو سينستيرا من ليدز يونايتد، الراجل ماشي بشكل كويس جدا ما بعد اصابه رودريجو كمان، وقبلها بصراحه كان هو بدا ياخد فورمه كويسه، اتصاب هو في الجوله التحضيريه، رجع في ماتش الكاس ظهر بشكل كويس، وبعد كده في الدوري بيقدم مستويات كويسه. عند نوتنغهام فورست، فبعد كده الناس تلعب فرقه كلها ولاعيبتها هتخلص، انت تقعد يوم الاثنين بالليل كده معاك سينستيرا لوحدك قاعد مستني يجيب لك نقط. فلو جاب لك نقط حلو، ولو جاب لك جون ولا حاجه في اخر الماتش في الجوله هتبقى انت طاير بعيد عن كل اصحابك. واللاعب الثاني هو اولي واتكنز من استون فيلا. هتقولي طب ما اولي واتكنز ده استون فيلا ده الدنيا واقعه وبتاعه، مش عشان تعادلوا مع السيتي تقول لي اجيب منه لعيب. لا، هقول لك ان ليستر سيتي من اول الدوري، بص كده على الناس اللي بتلعب في عمق هجوم اي فرقه لعبوها هتلاقيهم جابوا نقط. ايفان توني بقى وجابرييل جيسوس، كل الناس اللي لعبت في العمق جابت جوان، حتى سانشو الجون بتاع مانشستر جاي من تحرك في العمق. فعمق دفاع ليستر سيتي دايما مخترق بشكل كبير جدا. فقولي واتكنز، ولو انت بقى ضامن حد من اللي هيلعب حواليه، ضامن انجز، ضامن كوتيني، وضامن ليون بيلي، بس حد كلها مش مضمونه، فبالنسبه لي انا هرشح قولي واتكنز. طيب هل في لعيبه على المدى البعيد؟ مفيش كتير، بس لو انت ما عندكش حد من لعيبه برايتون اعتقد محتاج تختار حد وتروح عليه. بقى ماكاليستر، ضربات الجزاء والفاولات المباشره، باسكال جروس بيبصم على كل كوره وبيلعب الفاولات اللي هي غير مباشره، الاوفرات او الركنيات، تروسرد الجناح. انا بالنسبه لي ماكاليستر مع ضربات الجزاء ومع الفاولات المباشره ده شيء يعني يديله اضافه زياده. جروس بالنسبه لي في المقام الثاني مش بعيد عن ماكاليستر، لان هو معاه برده جزء كبير من الضربات الثابته وكل الكور بتعدي عليه. تروسرد في المركز الاخير مش عشان نقص قدراته ولا حاجه، لا عشان هو اغلى واحد فيهم في السعر. والجزء الثاني هو برده لعيبه مش لمده طويل قوي، هم الجولتين الجايين بس. لو انت تلعب الوالد كارد زي حالاتي كده ما بعد الجوله الثامنه في التوقف الدوري، فانت ممكن تراهن على لعيبه في الجولتين الجايين بسرعه كده تلحق تخطفهم قبل ما تمشي. لو انت عايز تراهن على اللعيبه دي ممكن تبص على جيبس وايت او برينان جونسون من نوتنغهام فورست. الاثنين دول واحد في النص وواحد في الهجوم، سعرهم قليل اقل من 6 مليون هم الاثنين. فلو انت حابب تراهن على حد بسعر قليل كده لجولتين على السريع ممكن تبص على الناس دي. وتعالى بقى نروح لاختيارات الدريم تيم للجوله اللي جايه. في حراسة المرمى انا اختار روبرت سانشيز، هو بيلعب بورنموث. دفاع برايتون استقبل الجولة اللي فاتت جونين، واستقبل قبلها وبدأ يبقى فيه شوية شكوك عليه ما بعد اول 3-4 جولات لما كان بيأدي بشكل كويس، ولكن روبرت سانشيز قادر انه يخرج الماتش ده بعدد سيفز كويسة. حتى لو خسر الكلين شيت اتوقع انه يطلع بكلين شيت، ولكن لو خسره فيقدر يطلع بعدد سيفز كويس. في خط الدفاع هنختار 3 اسماء. الاسم الاول هو المغضوب عليه، ترينت الكسندر ارنولد قدام ولفرهامبتون في ملعب انفيلد. لو ما حصلش طبعا اصابه او اي حاجه في ماتش الابطال، فترينت الكسندر ارنولد انا متوقع ان هو يقدر يجيب نقط، يطلع باسيست او اتاكينج ريتيرن مع ليه لا كلين شيت، يبقى جاب عدد نقط ممتازه جدا بدبل ديجيت، يرجع امل فيه الناس قبل ما يفكروا يبيعوه لو انت اصلا ما كنتش بعته خلاص يعني. الاختيار الثاني هو واحد من اكثر اللعيبه ثباتا في الدوري الانجليزي من ساعه ما بدا، هو كيران تريبي. الراجل اللي بيطلع بكلين شيت بيديك اتاكينج ريتيرن، خرج تقريبا جوله واحده بس في 6 جولات بلانك. فالماتش الجاي قصاد ويست هام اللي عنده مشاكل واضحه جدا في الاطراف اولا وفي التعامل مع الكره العرضيه ثانيا، ودي واحده من ميزات تريبيير، صناعه الفرص من الكور الثابته. الخيار الثالث هي الكسندر زينشينكو، ما بعد ما رجع من اصابه قصاد مانشستر يونايتد بيلعب ايفرتون، هيبقى عنده مواجهه مش سهله بصراحه قصاد باترسون اللي عامل مباراه كويسه جدا، ولكن انا اتوقع برده او احطه في الدريم تيم للجوله اللي جاي. نص الملعب عندنا 4 اسماء. البدايه وانا هفضل مكمل بالثقه في محمد صلاح، الجوله اللي جايه قصاد ولفرهامبتون جايز تكون الجوله الاخيره ليه معانا في تشكيلتنا، ولكن انا هجدد ثقه محمد صلاح على الاقل الجوله اللي جايه قصاد ولفرهامبتون هيكون الخيار الاول، والثاني هيكون سون هيونج مين اللي ما سجلش لحد دلوقتي في ولا جوله في الدوري، ولكنه قصاد مانشستر سيتي خصمه المفضل مؤخرا في الدوري الانجليزي يقدر يفتتح ويقص شريط الاهداف في الجوله السبعه اعتمادا على المساحات اللي بيسيبها سيتي والمعتاد اللي بيلعب بيه توتنهام قصاد مانشستر سيتي في اخر 3-4 سنين مثلا بنشوفهم في الدوري. الاختيار الثالث هو المتالق جابرييل مارتينيلي مع ارسنال، ما سجلش الجوله اللي فاتت قصاد مانشستر، سجل وتحسب اوف سايد ولكنه كان خطر جدا جدا وبيعيش موسم ممتاز قصاد ايفرتون هوم، الجبهه بتاعته مع زينشينكو اتوقع هيكون فيها خطر كبير جدا وهحطه الاختيار الثالث في الدريم تيم. الاختيار الرابع والاخير عشان يفضل الدريم تيم بتاعنا متعلق حتى اليوم الاخير هو لويس سينستيرا من ليدز يونايتد قصاد نوتنغهام فورست، اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم في الحلقه. وفي الامام ثلاثي هجومي، طبعا اكيد مش هينفع ما احطش هالاند عشان ده هياكلنا كلنا، 10 تجوان في 6 ماتشات الراجل ما بيرحمش حد، فمن غير ما نفكر كتير كده كده هالاند موجود في اي دريم تيم، وكده كده هالاند اختيار كابتنه
وكل ما تفكر تكابتن حد غيره هتلاقي نفسك مرعوب. والتاني هو جابريل جيسوس قصاد ايفرتون زي ما اتكلمنا عنه خلال الحلقه. والتالت هو اللي صراحه خزر الناس في الجوله الاخيره هو الكسندر ايزاك بعد ما جاب جون في ليفربول، جاب جون تاني اتحسب اوفسايد ببلانك قصاد كريستال بالاس وده انفراد يعني جاب لكل الناس جلطه. فايزاك قصاد ويست هام الجوله اللي جايه اعتقد انه يقدر يعوض اللي حصل في الجوله دي وهو المهاجم الثالث والاخير معانا في الدريم تيم. واخر حاجه في الحلقه كالعاده هي اختيارات الكابتنه. كده كده في اوبشنز احنا عارفين انها محطوطه في وشنا في اختيارات الكابتنه، فانا هقول لك ثلاث اختيارات وهنرتبهم وبعد كده نحط خيارين كمان كريسك او اختيارات بره الصندوق. الخيار الاول وغصب عننا كلنا هو ايرلينغ هالاند قصاد توتنهام. ماتش مش سهل، كنت مدرب دفاعي كويس جدا، ولكن هالاند ومستوى هالاند وفرض نفسه على كل شيء له علاقه بالدوري، فبالنسبه لي ايرلينغ هالاند احطه اللاعب رقم واحد في اختيارات الكابتنه. اللاعب رقم 2 هو جابريل جيسوس من ارسنال قصاد ايفرتون، والاختيار الثالث هو محمد صلاح قصاد ولفرهامبتون في ملعب انفيلد. اعتقد ان المفروض يكون في رد فعل مختلفه المره دي على اللي بيحصل، واعتقد ان هنشوف صلاح في مركزه المفضل في الاسبوع اللي جاي. طيب الخيارين المختلفين لو انت لسه باقي على سن فيعني اعتقد ان انت هتبقى مكابتن انت و20 واحد في العالم مثلا، فلو انا عندي سن بصراحه لحد دلوقتي اكيد كنت هفكر كابتن، مع كمان ان الجوله مش واضح فيها حاجات كتيره، في اختيارات بره الصندوق كتير، اللعيبه ماتشاتها مش سهله، فبالنسبه لي سون هو الاختيار الاول في الاختيارات المختلفه. والاختيار الثاني هو جابرييل مارتينيلي قصاد ايفرتون. الناس كلها بص على جيسوس وملكيه جيسوس بس عدد قليل قوي اللي رايح على كابتنه مارتينيلي مش على الاونر شيب بتاعته، الاونر شيب بتاعته كسرت 40%، فمارتينيلي ممكن يكون اختيار مختلف. وبس كده يا شباب، ده كده كان كل عندنا في حلقه الاسبوع السابع من فانسي البريمير ليج. غبنا عليكم قبل كده ولكن مش هنغيب تاني. اعمل لايك وشير لو انت على فيسبوك، وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب، ريتويت على تويتر عشان يوصل لك دايما حلقاتنا اول باول اول ما تنزل، ونتقابل قريب باذن الله. وسلام.